الأسبوع الماضي عزموني ناس أصحابي على عرس بالضيعة. طلعت ببالي استرجع ذكريات الأعراس الحلوة والدبكة اللي بعلبكية العظيمة. شفت ناس كتير بحبهم، بس استفقدت لناس أكتر وخصوصا الشباب. سألت قالوا لي راحت هيديك الأيام كتار من الشباب، يا مسافرين يا مهاجرين. حالتنا مثل ما كانت حالة جدودنا أيام سفر برلك، والضيعة صايرة مثل مأوى العجزة. ساعتها تنحنح أبو رامز وقال بلبنان شوحت النظر شفت الطفر، والهم عوجوه البشر حافر صور. ثلاث أرباع رجال مهاجرين وكل حامل هم عازم على السفر. مثل النور بالكون صرنا مشتتين، بلاد النور كنا صرنا بلاد النور. هذا رأيي، فكر فيها.